اما بقى يعني قبل ما نتناقش مع صديقنا العزيز سيادة نقيب الصحفيين الاستاذ يحيى قلاش والدكتور عمار علي حسن في قضيه قانون الارهاب، انا بس عايز اقول لكم حاجه واحده، هتقعد ناس تزق فانه اي حد يعترض على ماده في قانون الارهاب يقولوا عليه ارهابي ويقولوا عليه خاين ويقولوا عليه عميل ويقولوا مش عارف ايه. لا، القوانين لابد ان تدرس جيدا، لان احنا مش مقررين ابدا كشعب ان احنا ناخد العاطل الحمل بالنابل زي ما بيقولوا. ما مين قرر ده؟ هل الدولة قررت انها تعمل قوانين فيها يعني القانون قدامي هو المواد اللي موجودة، انا اقراها مع الاستاذ يحيى والاستاذ الدكتور عمر، هل احنا دولة قررت انها تعمل قوانين ويتلم فيها ناس خطأ؟ مش ممكن. يبقى عندنا معلمين قوانين كبار ونسيب قوانين تطلع فيها جمل مطاطة، اي حاجة ارهابية. طب اللي هي ايه يعني؟ اي معلومة تطلع غلط عن المصادر اللي مش عارف ايه مش مصادرها الاصلية، يعني اي صحفي يكتب معلومة كده يروح هوب. الصحفي ده مش قضيتي الصحفي، مش قضيتي الصحفي، لان دي ممكن تبقى ايه بقى، وانت قاعد على القهوة مع اصحابك قلت الكلام ده، فكان قاعد مخبر بلغ عنك، ده برضو ده ناشر على فكرة مش صحفي، ده برضو ناشر. فلا، فاحنا لازم نتامل الحكايه. فهيطلع ناس تقول لك دول بيحبوا الارهاب. لا، لما نيجي نصدر قوانين مهمه، احنا ما فيش حد في مصر انا اظن كده اعتقادي ضد قانون قوي جدا وحاسم جدا ورادع جدا لكل ارهابي. وعلى فكره قوانيننا ما فيهاش حاجه بتسمح للارهابي انه يعمل حاجه، يعني قوانيننا كلها عظيمة جدا وفيها كل حاجة تسجن الناس دول وتعدمهم فورا، فيها كل حاجة. إنما عايزين نعمل قانون أشد، مفيش مانع. قانون سريع ناجز، مفيش مانع، كل ده كل ده كويس. بس نحدد إيه هو الإرهاب؟ مين هو الإرهابي؟ إيه هو العمل الإرهابي؟ إيه الحاجات المتصلة بده؟ ده بقى مين اللي يحدده؟ رجال القانون مع الناس المفكرين، مع الناس نقعد ونتكلم. السرعة ده احنا من صغرنا في العجله ايه وفي التاني ايه، دي اظن معروفه، مش انا مش بجيب حاجه من عندي. العجله ندامه وتاني سلامه، وما اظنش حد عايز من الشعب ان احنا نروح في سكه الندامه، ما اعتقدش ابدا. كل الناس احنا مصطفين جميعنا للوصول بهدف الوصول لسكه السلامه. القوانين السريعه ما تنفعش، ما عندناش مجلس شعب، لكن عندنا رجال قانون يقدروا يقعدوا ويدرسوا ويطلعوا الجمل الدقيقة. لأن أسوأ حاجة في حياة البني آدمين إن يكون في قانون يمس حياتهم في جمل مطاطة وأشياء أخرى، ضاعت الدنيا يتعمل أي حاجة. لأنه أنت هتقدر تظبط نفس كل واحد بينفذ القانون؟ هتقدر تمسك غرض كل واحد بينفذ القانون؟ يعني انا ممكن اكون متضايق من جاري، ممكن، واروح مطبق عليه القانون عشان القانون فيه حاجات مفتوحه. ده ما ينفعش في القانون. ما ينفعش كمان في حاجه تانية، ده اعتقادي ممكن اكون غلطان، ما ينفعش وانت بتبني دوله كانك بتحط حاجه في الاساس تهزه، كانك بتحط رمله زياده بدل ما انت المفروض تحط زلط واسمنت وحديد، كترت الرمله اكتر فتخلي العمود مش ناشف مش قوي مش متين. الحاجات دي تعمل خلل. فالحاجات دي احنا مناقشتها مطلوبه، الدقه فيها مطلوبه، السرعه فيها مطلوبه، بس مش العجله مش اللهفه. لانك لما بتجري بتنهج ما بتعرفش تاخد نفسك اصلا، تعرف تفكر؟ لا. فسرعه يعني ناس تقعد وتقعدوا ايام، يقعدوا خمس ست ايام يدرسوا بجديه، ناس من كل الاطياف في مصر مع مسؤولين مع وزراء مع كل حاجه، يقعدوا اسبوع يوم اتنين تلات زي ما يقعدوا ويعملوا لنا القانون الناجز بسرعه، بس ما يبقاش فيه مساحات لنفوس، والنفوس الضعيفه مش قليله، النفوس الضعيفه كتير. والفساد معشش في حياتنا،
فما يمنعش بقى ان واحد يستغل حاجه يعمل كذا وواحد يستغل حاجه يعمل كذا، نخش بقى في قصه ملهاش اي معنى. ف يعني انا متصور انه قانون الارهاب، قانون مكافحه الارهاب قانون ضروري مهم جدا لابد من انجازه، لكن بدقه. بس هنتكلم مع الاستاذ يحيى اللاش والدكتور عمار الحسن بعد الفاصل ان شاء الله.